Now we are going to illustrate the first pharmacokinetic step, which is called absorption. This video is relevant for the third stage students of Faculty of Pharmacy of Iraqi Universities. And in this video, we are going to talk about the first pharmacokinetic step, which is called absorption. Absorption is defined as the direct or indirect transfer of drugs from the site of administration to the bloodstream. يعرف الابزوربشن هو عملية انتقال المادة الدوائية من مكان تناولها إلى مجرى الدم. هذا يعرف بعملية الابزوربشن. For the absorption process, the absorption process depends on the route of administration. فتعتمد حسب الروت دائما عملية الابزورشن تعتمد حسب الروت of the drug administration. So, the drug, as we know, that it can be given in different ways. Either it is given intravenously, IV, or which does not require any absorption. يعني الدرج حيروح directly bloodstream. أو قد ينطي intramuscularly بالعضلة أو subcutaneously تحت الجلد أو أيضا يعني يمكن أن يعطي orally عن طريق الفم ولكن عن طريق الفم يعبر الدرج عن طريق portal circulation ويروح إلى الليفر فداخل الليفر يتعرض إلى الميتابوليزم وهذا النوع من الروت of administration يؤدي إلى حدوث first pass effect. ممكن أيضا عن طريق الريكتال روت لكن الفيرست باس إفكت أو تعرض الدواء إلى الميتابوليزم عن طريق الريكتال روت هو أقل مما هو عليه بالأورال روت بحيث يوصل عن طريق الريكتال روت إلى 50% أو ممكن أنه ينطي سبلينجوالي يعني تحت اللسان وهذا التأثير ما تيكون فاست رابيد وأيضا ما بي فيرست باس إفكت والأمثلة عليه هو الانجسيد الحباية تحت اللسان اللي تنطي بالحالات القلبية أو الانتراثيكال اللي هي direct injection of the drug into the cerebrospinal fluid يعني أنه الدراج تطي بشكل مباشر إلى السائل الظهري أو على شكل transdermal patch واللي هي اللزقات اللي تحتوي على مادة دوائية ويتم لزقها في أماكن معينة من الجسم وهذه ميزتها أنه تطي sustained release. طبعا بالنسبة للabsorption of the drug it requires permission of a drug through tissue barriers that separate the site of administration from the bloodstream فعملية الامتصاص تحتاج إلى permission of a drug through tissue barriers تحتاج إلى أنه الدراج يعبر من خلال مجموعة من tissue barriers حتى يعبر من منطقة site of administration من مكان تناول الغذاء إلى bloodstream. It's characters طبعا الكاركترز of absorption أكثر شيء تعتمد على route of administration مثل ما قلنا أنه الدراج ينخذ من خلال different routes of administration. One of the routes of administration is called parenteral. Parenteral it means the direct injection of the drug into the body. يعني هنا يتم حقن الدواء بشكل مباشر إلى الجسم بدون اللجوء إلى عن طريق الفموي أو عن طريق الgastrointestinal tract. ويشمل parenteral IV intravenous وهنا يتم حقن الدواء بشكل مباشر بالوريد وهنا ما يحتاج طبعا عملية absorption. لكن النوع الآخر intramuscularly IM هو حقن الدواء في العضلة وهنا الدواء حيترسب بالانترستيشيال فلويد اللي موجود بالعضلة وبعدين يطلع بشكل تدريجي إلى البلوت ستريم وهنا طبعا يحتاج إلى عملية absorption أو السبكيوتانيوس. السبكيوتانيوس هو حقن الدواء تحت الجلد وهذا أيضا أول شيء يترسب الدواء في النسيج اللي موجود في الجلد ومن ثم يخرج من الجلد إلى البلوت ستريم. So first the drug will be deposited within the subcutaneous tissue and after that it will pass from the tissue into the bloodstream. هذا permission من أو هذا النفوذ الدواء من site of administration the bloodstream هو اللي يسموه بالabsorption. عندنا أيضا IT والICV هي ضمن parenteral. IT هو intrathecal وهو الحقن يكون بالظهر وهذا طبعا يكون التأثير مالته local أو مباشر والICV هو intracerebroventricular أنه يكون الحقن في تجاويف الدماغ وهذا أيضا حتى يعتبر local administration of the drug but these two ways are rarely used. فإذا واحدة من الفاكتورات اللي تأثر لنا على الabsorption process هو route of administration.
زين. فبالنسبه اذا قلنا parenteral route، طبعا parenteral route الابزوربشن مالته طبعا اذا كان اي في ما يحتاج، لكن الانتراماسكولار السبكيوتانيوس انجكشن اثيناتها تحتاج الى الابزوربشن، تحتاج ان الدراج يعبر من خلال الكابيلاري باريرز حتى يوصل الى البلاد ستريم. النوع الثاني من الروت هو الانترال روت، هو الادمنستريشن اوف ذا دراج ثرو جي اي تي، اما انه يكون اورالي او ريكتالي. الريكتالي يكون على شكل سبوزيتري، والاورالي يكون على شكل تابلت او كبسول تو بي سوالود. وهنا طبعا بالنسبه للاورال، لما تجي تاخذ الدراج عن طريق الاورال روت، مشكلته انه الدراج ورا ما يصير بي ابزوربشن، فراسا ياخذ البورتال سيركوليشن يوديه للليفر. هذا من يدخل الدراج الى الليفر حيتعرض الى كمية عالية من الميتابوليزم، وهذا يسموه الفيرست باس افكت، وهذا واحدة من الأسباب اللي تؤدي إلى أنه الأورال روت يكون التأثير مالته أضعف من بقية الروت أوف أدمنستريشن، وهذا لأنه الدراج يفقد فعاليته بشكل كبير نتيجة التمثيل في داخل الليفر. الركتال روت نوعا عما يكون اهون من الاورال روت، لانه هنا يقول لك 50% من البلود سبلاي بالركتال اريا تروح للبورتال سيركوليشن، و 50% الثانيه تروح الى الجسم. فايضا اكو فيرست بارت افكت، ممكن انه الدراج يتم خسرانه نتيجه عمليه الميتابوليزم، لكن نسبه الخساره بالركتال روت توصل الى 50% عما هو عليه بالاورال روت. ايضا عندنا التوبيكال هو الادمنستريشن اوف ذا دراج ثرو ذا سكن. طبعا التوبيكال هو انه تنطي الدراج عن طريق السكن، وهذا التاثير مالته اما على شكل كريم او اوينتمنت او على شكل باتشز، انه تجي مثلا باتشز تكون محمله بمواد دوائيه، ويتم لزقها على مكان معين للجسم، والدواء ينتقل من الباتش الى ويعبر السكن ويروح الى البلاد ستريم. فهنا التوبيكال امانه يكون لوكال افكت، يعني عندي فت مشكله بالجلد واستخدم لها لوكال دراج، او فور سيستميك افكت، وهذا يسموه بالنظام الترانسديرمال باتش، يعني يجيبون فت باتش ويحطوها على السكن ويتركوها لفتره معينه، وهذا الباتش لازم او البلاستر ماتيريال تحتوي على ماده، يعني ماده دوائيه، وتنتقل الماده الدوائيه بشكل تدريجي من الباتش الى البلاستريم. ايضا عندنا الانهيليشن، طبعا هو الادمنستريشن اوف ذا دراج ثرو ريسبيراتوري تراكت. والانهيليشن اكو نوعين، اما يكون لوكال يعني فور لوكال افكت، واللوكال افكت مثلا واحد عنده برونكوسبازم، عنده برونكايتس، فياخذ دراجز عن طريق الانهيليشن، فممكن انه تقلل البرونكوسبازم. فهذا بالنسبه لللوكال. وممكن انه الانهيليشن يكون للسيستميك افكت، يعني مثلا اكو بعض الاحيان دراجز انتندد تو بي جيفن سيستميكلي، فيطوها على شكل انهيليشن على شكل نيزل دروبس. فهنا الدراج بهاي الحالة حيعبر من خلال الريسبيراتوري، من خلال الميوكوس ممبرين او الريسبيراتوري سيستم، ويروح الى البلاد ستريم. بالنسبة للفاكتورز افكت دراج ابزوربشن، عندنا عدة عوامل تأثر لنا على عملية الابزوربشن of the drug. من عندها characters related to the drug itself، اللي هي the drug solubility والionization of the drug، وهذه اثنينات من العوامل اللي تتأثر لنا على عملية الابزوربشن. العامل الثاني هو route of administration. طبعا نعرف انه قسم من الروت secure 100% availability، لكن القسم الاخر partial availability، يعني مثلا ال IV route هذا secure 100% percent of the drug goes to the bloodstream، هذا يضمن انه 100% من الماده الدوائيه وصلت الى البلودستريم. لكن ايضا عندنا انتراماسكولار والسبكيوتانيوس، الانتراماسكولار والسبكيوتانيوس يصير بها سلو ريليز اوف ذا دراج انتو ذا سيستميك سيركوليشن، فلهذا صعود او ارتفاع الماده الدوائيه يكون سلولي، يعني لانه يحتاج الماده الدوائيه اللي تم حقنها بالسبكيوتانيوس او الانتراموسكولار حتحتاج الى امتصاص، وهذا تمتص حتى تقدر توصل الى البلاد سيركيليشن. هذا الامتصاص حيعتمد لنا على فاكتورات عديده مرتبطه بالروت اوف ادمنستريشن.
ايضا عندنا الفاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت، يعني مثلا بعض العوامل اللي تتعلق بالبيشنت، فمثلا عندنا البلود فلو او الانتجريتي اوف ذا تيشوز او الكونتاكت تايم ات ذا سايت اوف ادمنستريشن. يعني واحده من الفاكتورز اللي تتعلق بالبيشنت قد تكون البلود فلو ان ذا اريا، فكل ما يكون الشخص البلود فلو مالته اكثر فيكون ايضا الابزوربشن اوف دراج اكثر. الشغله الثانيه التيشو انتجريتي، يعني النسيج اللي يتم من خلال الابزوربشن الانتجريتي مالته، والكونتاكت تايم ات ذا سايت اوف ادمنستريشن، طبعا كل ما يزيد الكونتاكت تايم ات ذا سايت اوف ادمنستريشن كل ما يكون عمليه الابزوربشن افضل. فبالنسبه للابزوربشن باريرز فور ديفرنت روتس اوف ادمنستريشن، فبالنسبه للانترال روت البارير هو الابيثيليال سيلز ذات لاين ذا جي اي تي، اند ذيس سيلز ار ستاكت ايتش وان وذ ذا اذر. فعندنا البيرميشن اوف ذا دراج، فعندنا بالنسبه للتشيو بارير اللي موجود بالانتستين هو الابيثيليال لايرز. الابيثيليال لايرز الطبقه الظهريه تكون تايتلي باكت وذ ايتش اذر، تكون ملتصقه بعضها مع بعض الاخر، ويسموها هنا بالانتيرو سايت. The drug must pass through this layer and then go into the bloodstream. حتى يعبر هذا لازم يكون عنده فد شيء من الليبوفيليسيتي او يقدر يتعامل ويا السيلز اللي هي اللايننج سيلز، اللي هي اللايننج سيلز او الخلايا المبطنه للامعاء. ايضا عندنا absorption barrier. الabsorption barrier بالانترامسكولار والسكليتال مسل هو local tissue fluid والcell membrane of cells بالاضافه الى الكابيلاريز والcells اللي هي الكابيلاريز that exist in the area lining epithelium الموجود بالكابيلاريز. ايضا هو يعتبر فد سايت اللي هو فد بارير بالنسبه للدراكس اللي تعبر عن طريق الانترامسكولار والسبكيوتانيوس. فلهذا تشوف انه الدراج اول شيء يترسب وبعدين يصير بسلو ريليز الى البلاد ستريم. بالنسبة تعرف انه البلازما ممبرين دائما يكون هيدروفيليك، لكن البلازما ممبرين يكون لايبوفيليك لكن البلازما تكون هيدروفيليك، فالدراج لازم يعبر من خلال البلازما ممبرين، فبهذا لازم يكون عنده هيدروفوبيك بروبرتيز. وبنفس الوقت لازم الدراج ايضا يعبر من خلال الاكواس باريرز، وبالتالي ايضا بالاضافه الى اللايبوفيليك بروبرتيز لازم يكون عنده هيدروفيليك بروبرتي. ايضا الدراج ماست بوسيز ذا هيدرو لايبوفيليسيتي، يعني معناته انه الدراج لازم يكون عنده هيدرو لايبوفيليسيتي for to be entitled for the penetration through cellular barriers. فحتى يعبر من خلال السيلولار بارير فيحتاج انه يكون عنده هيدرولايبوفيليسيتي، فهذه تأهله اللايبوفيليسيتي يحتاجها حتى يعبر من خلال الليبيد باريرز او من خلال السيلز اللي هي تبطن المكان اللي يصير من عند الابزوربشن. وايضا اللايبوفيليسيتي الهيدروفيليسيتي از ريكوايرد تو باس ثرو ذا بودي فلويد. نشوف هنا بالمثال هذا اللايننج ابيثيليا مال الانتستين او يسموها بالانتيرو سايت، نشوف انه السيلز they are tightly packed with each other and these cells allow transfer of the drug from the gut lumen، تسمح لمرور الماده الدوائيه من gut lumen and transfer them into the blood stream. وايضا في بعض الاحيان تحتاج الى ATP dependent carriers. هذا الشكل يوضح لنا الـ different routes of parenteral administration. فعندنا هذا الروت اللي من تكون الزاوية مال الـ angle of administration هي 90 degree، فهذا يسموه بالانترامسكولار روت، بحيث انه الـ needle penetrate deep up to the muscle layer. ايضا عندنا السبكيوتانيوس، السبكيوتانيوس بس مجرد انه يميل الابره بمقدار 45 درجه and by this the injection will be subcutaneous injection. السبكيوتانيوس injection الماده الدوائيه ايضا تذوب في او تترسب في منطقه الحقن، بعدين تبدي عندنا عمليه الديستريبيوشن ثرو ذا كابيلاريز، يبدي الماده تطلع وتحاول يصير بها ديستريبيوشن عن طريق الكابيلاريز.
الانترافينوس مثلا بس يميل السرنجة بمقدار 25 درجة مئوية، فهذا ممكن انه يسوي هيتينج فور ذا فين ذات از لوكيتد وذين ذا اريا، ممكن انه يوصل الى الدم بهذه الطريقة. وعندنا الانتراديرمال اللي هي تكون بزاوية 10 الى 15 درجة مئوية، 10 الى 15 درجة، and this is to inject the drug into the epidermis or dermis او subcutaneous fat. Thank you very much for your listening, and please subscribe in the channel.